السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم جديد في قناتنا إيكغريك تي دي زد. كما عودناكم اليوم جبنا لكم أهم أخبار الجزائر. في الأخبار عدنا الجزائر ترد على الأطماع التوسيعية للمغرب في الجزائر. كنا تحدثنا مقبل كيفاش المغرب قالت باللي جزء كبير من الصحراء هو الصحراء الجزائرية هي أرضها، ولكن أخيرا خرج تصريح من الجزائرية يرد على هذه الأقوال ونحن نهضروه لاحقا. في الأخبار أيضا زيارات مكثفة من أمريكا للجزائر، ورئيس تبون يستقبل مسؤولة أمريكية أخرى. أخيرا في الأخبار صحيفة فرنسية تتحدث عن عودة العلاقات الجيدة بين الجزائر وفرنسا، ولكن للجزائر رأي آخر. كما شفتوا خاوتي هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ما لبقى معنا حتى الآخر باش تعرفوا قاع التفاصيل. وأيضا قبل ما نبدأ الفيديو خاوتي ما تنسوش أرجوكم تدعموا أخوكم بالضغط على زر الإعجاب. كما لبكم اليوم راح نهضروا على المخزن وطريقتهم في الاستحواذ على أرض جزائرية، هذا راح يغضبهم وراح ينهالوا علينا بحملات السينيال. إذا أقوى دعم راح تقدموه لنا هو الضغط على زر الإعجاب. أدعمونا خاوتي وشكرا. إلى الأخبار، الخبر الأول وبلا ما نطول عليكم خاوتي، الجزائر أخيرا ترد على الأطماع التوسيعية للمغرب في الجزائر. قبل ما نبدأ تفاصيل هذا الفيديو خاوتي، كما على بالكم الأيام اللي فاتت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تويتر أو في الفيسبوك أو في حتى في الانستغرام الذباب المخزني، وهو يقوم بنشر صور لصحراء الجزائر أو جزء كبير من الصحراء الجزائر فيه علم المغرب في إشارة إلى أن هذه الأرض أرضهم. وقبل أيضا 20 يوم قامت مسؤولة مغربية بالحديث عن حق المغرب في الصحراء الشرقية في إشارة إلى صحراء الجزائرية وهي أرضهم. وأيضا سنة 1963 ومباشرة وراء استقلال الجزائر قام الجيش المغربي بالهجوم على الجزائر لأخذ الصحراء، ولكن قامت الجزائر بالفوز رغم أنها هزم وخرجت من الاستعمار الفرنسي. والآن عندما أصبحت الجزائر أقوى دولة في إفريقيا، المغرب تريد الاستحواذ على الصحراء الجزائرية. الآن نذهب إلى التفاصيل وكيف ردت الجزائر على هذه الاستفزازات. حيث ردت الجزائر يوم الاثنين على الاستفزازات التي بثتها مؤخرا إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط والمعروفة بعدائها للجزائر. وجاء الرد على وكالة الأنباء الجزائرية خاوتي، ورح نقرأ لكم هذا الرد وفي حياتي مشتش رد أجمل منه، التي نشرت مقالا بعنوان الويل لمن تمتد يده لذرة تراب مسقية بدماء الشهداء. خاوتي هل عنوان بك كفيل بأن يكون الرد الكافي ولا مزيد من الإضافات؟ ولكن قامت وكالة الأنباء الجزائرية بإضافات أخرى، خلينا نقرأ لكم شوي منها. قالت فيه أن صناع القرار في المغرب يواصلون محاولاتهم الاستفزازية لصرف الأنظار عن الواقع المزري الذي يعيشه المغاربة، وهذا صحيح خاوتي. فكما تعلمون المغرب قامت الآن بطلب قرض كبير من صندوق النقد الدولي، خصوصا وأنهم الآن في أسوأ حالاتهم. وأضاف مقال واج أن دواليب المخزن أوعزت إلى إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط والمعروفة بعدائها للجزائر لنشر ملف دعائي يفتقد لأي احترافية إعلامية يعكس الأطماع التوسيعية المغربية. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخرجة لم تكن اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مدير الوثائق الملكية بهيجة السيمو كما قلنا لكم قبل حول نفس الموضوع لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقية مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة. فما رأيكم خاوتي في هذا الموضوع؟ وصراحة الرد من الشعب حتى كان كفيل ليكون ردا كافيا للمخزن. فعندما يتحدثون عن الصحراء الجزائرية تجد دائما الرد من الجزائريين روحوا حروا السبتة وميلية ثم أرواحوا أدوا الجزائر. فما رأيكم خاوتي في هذا الموضوع؟ أرجوكم أخبرونا رأيكم في التعليقات، كما على بالكم نحن نقرأ جميع التعليقات. في الخبر الآخر وبخصوص العلاقات الجزائر مع الدول الأخرى، زيارات مكثفة من أمريكا للجزائر ورئيس تبون يستقبل مسؤولة أمريكية أخرى. فما الذي يحدث الآن؟ حيث استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نائبة كاتبة الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني دينيز جينكينز. وحضر اللقاء عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية وأبو مدين بن عتو المكلف بشؤون المتصلة بالأمن والدفاع حسب بيان للرئاسة.
وفي خلال حديثها أعربت نائبة كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جينكنز الاثنين عن امتنان بلادها أي أمريكا لجهود الجزائر المتواصلة من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة، مؤكدة تطابق مقاربة البلدين في هذا الشأن. وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، قالت جينكنز أن لقاءها بالرئيس تبون كان مثمرا، وأنه تم خلال الحديث المطول عن الشراكة الجزائرية الأمريكية وعن الأمن في العالم والوضع في الساحل، حيث أبدينا تطابقا للمقاربة بين البلدين. في ذات السياق أكدت المسؤولة الأمريكية أن أمريكا ممتنة لجهود الجزائر المتواصلة من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة. لكن خاوتي، يرى الكثير أن هذه الزيارة لديها أهداف أخرى غير الامتنان وشكر الجزائر على دورها في الأمن القومي، إذ يظن الكثير أن أمريكا ببعثها لهذه المسؤولة تريد بيع الأسلحة إلى الجزائر، خصوصا أن الجزائر لم تعد تشتري الأسلحة من روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا. فأمريكا الآن تفكر في أن تصبح المصدر رقم واحد للأسلحة إلى الجزائر. طبعا الجزائر لم تقم بأي تصريح، وإنما هذه مجرد تكهنات للوضع، ولكن كما نعلم الجميع أمريكا ليست ملاكا. فصحيح أن أمريكا تقوم بمساعدة أوكرانيا، ولكنها الآن تقوم بإرسال أسلحة إلى بولندا وتقول لبولندا أن تعطي أسلحتها إلى أوكرانيا، ولكن تلك الأسلحة التي تقوم أمريكا بإعطائها إلى بولندا ستحتاج إلى الترميم، وطبعا الترميم سيكون مقابل نقود كبيرة. وهذه هي خطة أمريكا مع الجزائر، تريد بيعها لأسلحتها وأيضا تريد ترميم الأسلحة مقابل نقود ضخمة. من وش رأيكم خاوتي في هذا الموضوع؟ أيضا في هذا الفيديو رانا هضروا غير علاقات الجزائر مع الدول الأخرى. صحيفة فرنسا أو صحيفة فرنسية تتحدث عن عودة العلاقات الجيدة بين فرنسا والجزائر، لكن للجزائري رأي خاص، أو للجزائريين عموما رأي خاص، حيث كشفت تقارير إعلامية فرنسية الاثنين قرب عودة السفير الجزائري سعيد موسى إلى فرنسا. وقالت صحيفة جون أفريك أن الدبلوماسي سعيد موسى الذي استدعاه الرئيس عبد المجيد تبون في 8 فبراير من المقرر أن يعود إلى مهامه في باريس قريبا، وتوقعت عودة السفير الجزائري سعيد موسى إلى منصبه في فرنسا خلال الأيام المقبلة، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تذكر التفاصيل حول تاريخ هذه العودة حسب الصحيفة. كما على بالكم خاوتي، كان الرئيس تبون قد استدعى السفير الجزائري في باريس في 8 فبراير على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، حيث اتهمت الجزائر فرنسا بتهريبها. وأعربت الجزائر في مذكرة رسمية وجهتها إلى فرنسا عن احتجاجها بشدة عن عملية الإجلاء السرية والغير قانونية. وما رأيكم خاوتي في هذا الموضوع؟ وهل ترون أن السفير الجزائري سيعود إلى فرنسا حسب الصحيفة الفرنسية؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني، هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. إذا أعجبكم ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب، وأيضا انتظرونا في الفيديو القادم على الساعة 7 مساء لمزيد من أخبار الجزائر. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.